صدت باب الرجا والناس قد رقدوا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبات يا من علي كشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أشكو إليك أشكو إليك لست أعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلاد وقد رفعت يدي بالذل مفتقرا مفتقرا إليه مفتقرا إليه يا خير من مدت إليه.